قالت صحيفة المدينة السعودية إن الهجوم الإرهابي الذي استهدف مجمع الدفاع بالعاصمة صنعاء كان عبارة عن مخطط لانقلاب عسكري كان يستهدف الرئيس هادي والإطاحة بنظام حكمه. ونقلت الصحيفة السعودية عن مصادر مطلعة في الرئاسة اليمنية قولها إن قيادات عسكرية بارزة في الجيش اليمني خططت لاغتيال الرئيس هادي وتنفيذ انقلاب عسكري عليه بطابع إرهابي بعدم لفت الأنظار إليه. وأكدت الصحيفة نقلا عن ذات المصادر أن الرئيس هادي كان لديه معلومات مسبقة بوجود مخطط يقوده تحالف من قيادات عسكرية وجماعات إرهابية لاغتياله والسيطرة على الحكم، لكنه يجهل مكانه. وذكرت الصحيفة أن منفذ العملية الانتحارية هجموا المستشفى وقتلوا كل من فيه متوهمين أن يكون الرئيس هادي متواجدا فيه، خاصة بعد بقاء موكب وهمي له كان قد توجه إلى مبنى الوزارة عشية التفجير. قال قائد القيادة المركزية الأمريكية الجنرال لويد أوستن إن الهجوم الإرهابي الذي استهدف مجمع وزارة الدفاع بالعاصمة صنعاء يكشف عن مدى حاجة الحكومة اليمنية للمزيد من المساعدات الأمريكية لمواجهة الهجمات الإرهابية. وأكد أوستن في تصريح لصحيفة وول ستريت الأمريكية أكد أن الولايات المتحدة مستعدة لتكثيف المساعدات التدريبية لليمن فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب، مؤكدا أنه بدون الضغط المستمر على الجماعات المسلحة فإن خطر الإرهاب وتهديداته سيتصاعد في اليمن والمنطقة. كشف مقرر لجنة التوفيق في مؤتمر الحوار الوطني حسام الشرجبي عن توجهات رئاسية لإنهاء مؤتمر الحوار خلال شهر ديسمبر الجاري. ونقل المركز الإعلامي للحوار عن مقرر التوفيق قوله إن الجلسة العامة الثالثة لن تنعقد إلا بعد اكتمال إقرار التقارير الثلاثة المتأخرة كي يتسنى مناقشتها. هذا وكانت لجنة الحلول الجنوبية أو ما تعرف بلجنة 16 استأنفت اجتماعها اليوم بحضور مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن جمال بن عمر. ومن المقرر أن تستكمل اللجنة في الاجتماع مناقشة المقترحات المتعلقة بشكل الدولة وضمانات معالجة القضية الجنوبية. طالبت منظمة يمنية مهتمة بقضايا الفساد بإقالة ومحاسبة القيادات الحكومية المتورطة في قضايا فساد وإهدار للمال العام. وشددت المجموعة اليمنية للشفافية والنزاهة في احتفالية نظمتها بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد، شددت على ضرورة وسرعة العمل على إنهاء حالة الانفلات الأمني التي تعيشه محافظات الجمهورية والبدء بتطبيق معايير الحكم الرشيد ومحاربة الفساد وتعزيز قيم الشفافية والنزاهة. محاولة اغتيال الأخ عبد الواحد أبو راس رسالة من قوى الشر والقوى الظلامية التي لا تعيش إلا في الأجواء الموبوءة في أجواء دموية، أنها لا متضررة جدا من الحوار وتريد أن يبقى اليمن في مربع العنف والدماء والقتل، فلا يروق لها أن يلتقي أبناء اليمن ليتحاوروا ويصلوا إلى طريق مفتوح وإلى بر الأمان، فيعمدون إلى مثل هكذا أعمال إجرامية. وأنا أخشى أن هذا مخطط طويل، والذي أخشاه أن يمتد إلى الإخوة في الجنوب، وهذا يعتبر كارثة ونذير شؤم. ويريدون أن يقولوا أخرجوا من الحوار، عودوا إلى مربع العنف، نحن لا تسمح مصالحنا ببقائكم في الحوار، لذلك سنستمر في الحوار، وعلى الأخوة في الجنوب أن يستمروا في الحوار وأن لا يصغوا إلى مثل تلك الصرخات الظلامية التي تريد لليمنيين أن يقتتلوا فيما بينهم.